السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم حلوى مبروشة على شكل 3 طبقات، غادي تشوفوها بطريقتين. الطريقة الأولى طبقتها على سنيوة كبيرة، يعني باش تتحصلوا على كمية كبيرة. المقياس تاع السنيوة 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر، والطريقة الثانية طبقتها على سنيوة صغيرة، المقياس تاعها 20 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. يعني غادي تشوفوا طريقة جديدة في تحضير حلوة الطبقات. سنمر مباشرة إلى مكونات العجينة وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج 6 بيض، نحتاج 300 غرام سكر، ما يعادل كوب ونصف كوب، هذا الكوب الذي يزن 250 مللتر نتاع ماء. نحتاج إلى الزيت 300 مللتر، ما يعادل كوب وخمس كوب. نحتاج إلى قرصة نتاع ملح. نحتاج سكر فانيلا 2 كيس أو 2 ملاعق صغار. نحتاج أيضا إلى خميرة الحلوى أو بيكنج باودر 2 ملاعق صغار أو 2 كيس. وهنا الفارينة أو الطحين أو الدقيق الأبيض، راني وزنة كيلو. نحتاج أيضا إلى عطر الليمون أو قشور الليمون. هنا في الإناء وضعت البيض، غادي نزيد عليه قرصة نتاع الملح، نزيد عليه أيضا سكر فانيلا، نزيدو السكر العادي. غادي نخلطو هاد المكونات أو نضربوهم جيدا حتى نتحصلو على خليط يكون كريمي والسكر يذوب تماما. غادي نستعمل العجان باش نضربو مليح هاد المكونات، لكن تقدروا استعمال الضراب الكهربائي العادي. والان غادي نضربوهم جيدا حتى نشوفوا السكر داب وتحصلنا على خليط يكون كريمي. غادي نقصوا من سرعه الباتور ونقعدوا نزيدوا في الزيت ونخلطوا في نفس الوقت حتى نشوفوا المكونات اندمجوا جيدا. بعد ما تحصلنا على خليط كريمي كما راكم تلاحظوا، نضيف عطر الليمون، تقدروا اضافه فقط قشور الليمون. نخلطوا قليلا، بعد غادي نضيفوا كميه نتاع فارينه او الدقيق الابيض، ونزيدو فوقها خميرة الحلوى أو بيكنج باودر. غادي نخلطوهم جيدا، من بعد نقعدو نزيدو الفارينة أو الدقيق الأبيض ونجملو العجينة. في الأخير لازم الحصول على عجينة تكون طرية ساهلة باش تورقوها، ما لازمش تكون صلبة وما لازمش أيضا تكون تتلاصق بزاف. العجينة لازم يكون عندها هذا القوام، ما تكونش ناشفة بزاف وما تكونش تتلاصق. غادي نقسموها الى 3 اجزاء. هنا غادي نعدلوها جيدا وغادي نقسموها الى 3 اجزاء يكونوا متقايسين بالتقريب. هاد الجزئين غادي نوضعهم في المجمد قليلا باش تتماسك العجينه، ومن بعد تقدو ترابوها بكل سهوله. ناخذ جزء وغادي نورقوه على سم 5 أو 6 ملم. من بعد غادي نرفدوها بالوراق وغادي نوضعوها في سنيوة المقياس نتاعها 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. ولا شفتوا العجينة تتقطع لكم، تقدروا تورقوها فوق ورق الطهي أو بلاستيك غذائي. بعد هنا راني نعدل فيها ونوزعها على جميع المساحة. بعد غادي نوضعوا طبقة نتاع مربى، أنا استعملت مربى المشماش، غادي توزعوها على جميع المساحة. بعد ما نكملوا من الطبقة تاع المربى، غادي ناخذ العجينة طبقة أولى وغادي نربوها على جميع المساحه، غادي نغطوا جميع المربى. يعني بهذه الطريقه ما تحتاجوش باش تورقوا العجينه مره ثانيه، خصوصا ان استعملتوا سنيوه كبيره. لو كان تورقوا العجينه ما غاديش تتحكموا فيها مليح، يمكن تخلط لكم مع المربى ولا تتكسر لكم. لكن لو استعملتوا سنيوه صغيره تقدروا تورقوا العجينه. دوك تشوفوها معايا في الطريقه الثانيه. هنا بعد ما ربينا جميع العجينه المساحه، غادي نوضعوا الطبقه الاولى نتاع المربى ونوزعوها على جميع المساحه. بعد ما وزعنا المربى على جميع المساحه، غادي ناخذ الطبقه الاخيره الثالثه وغادي نرابوها وغادي نغطوا جميع هذاك المربى اللي راه باين. يعني جميع العجينه اللي تبقات لكم رابوها في الطبقه الاخيره.
هذا هو الشكل النهائي نتاعها قبل الطي. والان غادي نسخنوا الفرن على درجه الحراره شويه اقل من العاديه، بالتقريب 170 درجه مئويه، ما يعادل 340 درجه فارنهايت. وغادي نحطوا البلاطو في وسط الفرن، ومده الطهي تكون من 30 حتى 40 دقيقه، او حتى تشوفوها تحمرت. من تشوفوها تحمرت خصوصا في الحاشيه وشويه في الوسط، تقدروا تشعلوا ليها من الفوق بضع دقائق، دقيقة أو تنين، ولا ترفعوا السنيوة إلى أعلى الفرن. أنا ما شعلت عليها من الفوق، لكن عندي المروحة وشعلت عليها فقط من الأسفل، لكن الدقائق الأخيرة رفعتها إلى أعلى الفرن حتى تحمرت لي على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. من بعد غادي نخلو الكاطو نتاعنا حتى يبرد مليح. من بعد لكم الاختيار، إما ترشوا فوقها السكر الناعم، وتقدروا أيضا وضع الشوكولا ذوبوها وتوضعوها من الفوق. كما راكم تلاحظوا انا اكتفيت بالسكر الناعم، رشيته على جميع المساحه، ومن بعد قطعوها عادي. دوك تشوفوا كيف جات من الداخل، وكانكم راكم مورقين هذيك الطبقه اللي جايه في الوسط. وهذا السنيوه عطاتني بالتقريب 60 قطعه حجم متوسط. هنا شوفوا كيفاش تجي طريه وهشه. والان سنمر الى الطريقه الثانيه، استعملت فيها نصف المقادير ومقياس السنيوه 20 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. هنا كما راكم تلاحظوا عاودت عجنت العجينه، وغادي نستعملها في هذه السنيوه الصغيره 30 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. بالنسبه للعجينه استعملت نصف المقادير اللي شفتوهم في الاول، لكن طريقه التحضير هي نفسها. غادي ناخذ الكره الاولى وغادي نورقوها على سم 5 مليمتر. كما راكم تلاحظوا هذه العجينه ما تتقطعش، فقط ما لازمش تكون صلبه بزاف. هنايا السنيوه نوضعوا فيها القليل من الفرينه، وغادي نوضعوا فيها الطبقه الاولى نتاع العجينه، ومن بعد تعدلوها جيدا، توزعوها على جميع المساحه. ودائما بالنسبه للطبقه الثانيه اختاروا هذيك الكره اللي تكون فيها بزاف تاع عجينه، يعني تكون كبيره باش تتحكموا فيها. من بعد هنايا فوق الطبقه الاولى غادي نوضع في المربى، يعني نفس الطريقه اللي شفتوها في الاول. والان غادي نورقوا الطبقه الثانيه، وهذه الطبقه الثانيه كما قلت لكم العجينه كثروا فيها شويه عجينه باش تتحكموا فيها مليح، وتغطي لكم مليح المربى باش ما يبقاش هناك فراغ. غادي نورقوها على سمك 5 او 6 مليمتر. من بعد نلفوا العجينه في الوراق ونحملوها ونغطوا بها المربى. كما راكم تلاحظوا العجينه راها كبيره على السنيوه باش المربى يتغطى لكم مليح. بعد بواسطه السكين غادي ننحوا العجينه الزائده، وهذه العجينه الزائده مع الكره المتبقيه هي اللي غادي نرابوها من الفوق. بعد توضعوا الطبقه نتاع المربى، نستعمل دائما مربى المشمش، وهنايا جمعت كاع العجينه المتبقيه وراني نرابي فيها، يعني ما غاديش تكون هناك عجينه زايده. من بعد ما نكملوا ما نرابوا العجينه فوق جميع المربى، غادي نسخنوا الفرن على نفس درجه الحراره اللي شفتوها في الطريقه الاولى، 170 درجه مئويه ما يعادل 340 درجه فارنهايت. البلاطو في وسط الفرن، ومده الطهي هنا غادي تكون قصيره على السنيوه الكبيره، لان هذه السنيوه جايه صغيره. نخلوا الكاطو حتى يبرد مليح، بعد ترشوه بالسكر الناعم، وتقدروا ايضا وضع شوكولا تعطلي، من بعد تقصوه. وهاد السنيوه عطاتني بالتقريب 30 قطعه حجم متوسط، وهذا هو الشكل نتاعها من الداخل. اقترحت عليكم هذه الطريقه لانه كاين بعض الاخوات قالوا لي من نديروا حلوه الطبقات هذيك الطبقه الفوقانيه تنفخ لنا، بهذه الطريقه ما غاديش تنفخ لكم، حتى لو كان نديروها بالطريقه الاولى فقط تقبوها بالشوكه. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامه، والى الوصفه الجايه ان شاء الله.